دكتور أحمد، ما الأهمية الاستراتيجية لبحر البلطيق بالنسبة لروسيا أولا ثم حلف الناتو ثانيا؟ تحياتي لك أستاذ كمال ولكل مشاهدينك الكرام وأيضا ولضيوفك الكرام. في الواقع أن بحر البلطيق الآن أصبح أحد مناطق التخوم ما بين روسيا من ناحية والغرب من ناحية أخرى. بالنسبة لروسيا يعتبر هو الجهة الشرقية أو الجهة الغربية لتأمين الحدود الروسية، خاصة المدن الروسية الكبرى بطرسبرغ، كالينينغراد، وأيضا هي تعتبرها روسيا خط الدفاع ربما الأول ضد تهديدات الناتو وضد التهديدات الغربية، ومن ثم باتت يمثل أهمية استراتيجية كبيرة. برزت هذه الأهمية حقيقة في العقيدة البحرية الروسية التي أصدرها الرئيس بوتين في أغسطس من العام الماضي، وتضمنت العقيدة البحرية وأيضا عقيدة الأسطول العسكري الروسي، والتي تتمثل حول تركيز روسيا تواجدها العسكري في المحيطات والبحار، وكان من أبرزها وأولها بحر بلطيق، إضافة طبعا إلى بحر أزوف والبحر الأسود وشرق البحر المتوسط وأيضا البحر الأحمر وجزر الكوريل أو منطقة بحر الكوريل في المحيط الهادي. هي تمثل أهمية نقاط مهمة تعتبرها روسيا أنها جزء من صراعها الاستراتيجي مع الغرب فيما يتعلق بصراع المحيطات والبحار، وبالتالي هنا بحر البلطيق يمثل أهمية استراتيجية، خاصة أن مع انضمام فنلندا لحلف الناتو ومع وجود 8 دول أو 7 دول من الناتو تقع على بحر البلطيق، منها بولندا، ألمانيا، جمهوريات البلطيق الثلاث، بدت روسيا في بين فكي كماشة حقيقة، وهو ما دفع روسيا إلى هذا الاحتشاد، إلى بلورة العقيدة العسكرية، واعتبار الغرب تهديد مباشر لروسيا، اعتبار أمريكا تهديد مباشر، ومن ثم قامت بتغييرات عسكرية مهمة على مستوى القيادات العسكرية في قائد الأسطول الروسي في بحر البلطيق، وعلى مستوى التسليح ونوعية التسليح وتزويد هذا الأسطول الذي لم يكن مهمشا منذ 10 سنوات، لم يكن ذا أهمية، ولكن أحيته روسيا حقيقة. دكتور أحمد، هل هذا الحشد الروسي الذي تحدثت عنه في منطقة البلطيق بحر البلطيق، هل هو متأخرا نوعا ما بعد انضمام فنلندا بالفعل إلى حلف الناتو؟ هو جاء ربما قبل، يعني في العوام الأخيرة، خاصة بعد ضم أوكرانيا، ضم روسيا للقرم، وبدأت تمثل تهديدات، لكن الاهتمام الأكبر جاء بعد العملية العسكرية في أوكرانيا وتزايد التهديدات العسكرية والحديث عن ضم فنلندا والسويد. هنا شعرت روسيا أنها يضيق عليها الخناق، وبالتالي قامت بتسليح بأسلحة حديثة، أسلحة فرط صوتية أسرع من الصوت 7 مرات، صواريخ مهمة، بغواصات تعمل بالطاقة النووية ولديها أسلحة نووية، يعني فرقاطات حديثة متقدمة، وبالتالي بات الأسطول الروسي في بحر البلطيق أحد ركائز القوة البحرية الروسية الرضعية تجاه الغرب وتجاه الناتو، ومن ثم يمثل أهمية استراتيجية. بالنسبة للشق الآخر وهو المتعلق بالناتو والغرب، ويعتبر أيضا أن بحر البلطيق هي منطقة نفوذ تقليدي، أنه يريد إخراج روسيا من هذه المنطقة من خلال ضم فنلندا، السويد، وبالتالي مع دول البلطيق، وحتى ستعقد قمة الحلف في ليتوانيا في يوليو، لها مغزى لأنها تأتي مع الاحتفال بضم فنلندا، وبالتالي هنا أصبحت منطقة البلطيق يتيح للناتو التواجد المباشر على مساحات أكبر وبشكل مباشر مع الحدود الروسية، وهو ما يمثل رسالة ردع روسية غربية تجاه روسيا، وبالتالي هنا أصبح بحر البلطيق هو أحد الساحات الساخنة بين الجانبين.